أنا طبعا يعني يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم. والحقيقة يعني أستاذ الدكتور إسماعيل بعبقريته وبكفاءته وبقدراته الإبداعية في الأكاديمية قدر يخلق أفكار جديدة ويدعو فيها رجال أعمال ويدعو فيها متخصصين عشان يتكلموا ويشاركوا عن مصر المستقبل. دكتور إسماعيل دعانا الحقيقة في مؤتمر، وكان بعد المؤتمر معرض، وبعد المعرض ده أنا التقيت ببعض الطلبة وبعض الأساتذة وشفت الحقيقة الإبداع، شفت الفكر المتطور لأساتذة الجامعة، وشفت قد إيه الناس حريصة إنها تبدع وتقدم حاجة جديدة لمصر. ولما يمكن كان ليا كلمة وإحنا بنتكلم في نفس المؤتمر كنت شايف الدنيا ماشية إزاي، وشايف التنافسية العالمية راح على فين، وشايف مصر البحرية بتقدم نفسها لخريطة العالم وخريطة المستقبل الاستثماري إزاي. كنت شايف إن الطموحات اللي بترسم لرؤى المستقبل، استغلال موقع مصر الفريد واستقرارات العالم، ودراسة كل إمكاناتنا من الموانئ البحرية ومن اللوجستيات اللي ممكن تقدم إلى التجارة الدولية والخدمات الدولية، الحقيقة كانت هي محور الدراسة ومحور الحديث في الجامعة. أنا كنت فخور جدا باللي سمعته من الأساتذة، وكان لازم الحقيقة يعني أقدم حاجة، فما كنتش قادر أتكلم أكتر من أسمى تحية وأكبر تقدير لشهدائنا من رجال القوات المسلحة ومن رجال الشرطة. الحقيقة اللي حفروا وقدموا أنفسهم فداء للوطن، أبنائهم أصبحت مسؤولية علينا، أبنائهم وبناتهم الحقيقة مسؤولية على كل من هو النهاردة قائم على قيد الحياة إنه يرعى هؤلاء. بالتأكيد في كم كبير عايز يعني يتعلم ويتطور ويشوف إمكانيات الجامعة يقدر يقدم فيها إيه، وأنا كنت أحد المساهمين الحقيقة المتواضعين اللي قدرت أقدم أو يعني أفكر في أي حاجة أقدر أقدمها، لكن ثقوا تماما إن اللي قدمته لا يساوي أي حاجة بالنسبة لما قدموه آبائهم لمصر. أنا بسافر بره وبشوف يمكن التقدير الكبير لقواتنا المسلحة اللي عملوه والنجاح اللي عملوه في محاربة الإرهاب في سيناء، وأبقى فخور لما حد يتكلم ويقول، وأنا بقدم الحقيقة لما بكون بره في الأمم المتحدة، سواء كانت في الأمم المتحدة أو في الكونجرس أو في الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي، بيبقى معايا شرايط ومعايا فيديوهات بقدمها للجمع اللي موجود هناك عشان يتفرجوا على الإنجاز اللي عملته قواتنا المسلحة في سيناء. أنا يسعدني وشرفني إن أنا أرحب بحضراتكم وأشكركم على هذا التشريف، وإن شاء الله أنا يعني هكون أو هقدم كل اللي أقدر أقدمه. أنا يمكن من يومين كنت في جامعة النيل، والحقيقة وأنا هناك قابلوني برضو لصف التدريس هناك، شفت الحقيقة نخبة متميزة من الشباب، الشباب الواحد بيفتخر إنه ده شباب مصري مبدع عنده التطلعات الكبيرة، عاوز يشوف مصر فين وعاوز يشارك في النهضة المصرية الحديثة. إحنا بنبني النهضة المصرية الحديثة الحقيقة، إمكانياتنا وكل اللي نقدر نعمله بنعمله وبنتحرك بيه، لكن اليوم حقيقي إن شاء الله في القريب العاجل وهنشوف نتائج هذه النهضة على مصر وعلى المحيط الحيوي والإقليمي بتاعها وعلى الأمة العربية إن شاء الله.